تبقى عن طريق كسر حماية الهاندشيك، ولكن أخي الكريم من أجل كسر حماية الهاندشيك لا يمكننا أن نكسر حماية الهاندشيك عن طريق الهاتف أو عن طريق حاسوب محمول بإمكانيات متوسطة أو حتى حاسوب مكتبي بإمكانيات متوسطة، لأنه إذا كان نعم إذا كان الباسورد ضعيف ممكن، ولكن إذا كان الباسورد قوي فيبقى كسر الهاندشيك صعب وصعب جدا، ويحتاج كذلك إمكانيات هاردوير خرافية، ومن يقول العكس فهو كاذب. يعني أنا أشاهد بعض الشروحات ومنضم لبعض المجموعات العربية حيث لا حول ولا قوة إلا بالله، صراحة لا حول ولا، تجد المجموعة اسمها مجموعة الاختراق الواي فاي، مجموعة تضم أقطع عباد الله، وما أراه من أسئلة وأجوبة يندب لها الجارين، وما تراه من شروحات كاذب في كاذب. المهم على العموم، فأخي الكريم الهاندشيك لا تضع شخص يكذب عليك يقول لك في طريقة عن طريق الهاتف، والله لو يكون عندك حاسوب بكارت جرافيك قوية والله لن تكسر هذا الهاندشيك. اللهم أقول إذا كان الباسورد 123 IBC 123، ونحن أما الباسورد يعني معقد لن تكسره. فبالتالي كون أن الباسورد قوي، وفي كثير من السيناريوهات ستقع في إمكانية أنك ستجد باسورد قوي، فهنا يبقى مسألة الهندسة الاجتماعية. يمكنك وأحيلك على شروحات الإيفل توين أتاك حيث يمكنك أن تستطيع الحصول على الباسورد.